نمشيو لردود الفعل مشاهدينا الكرام التي أعقبت مباراة اتحاد طنجة والجيش الملكي، ونتابع تصريح للاعب فريق الجيش الملكي لؤي العاني. نتابع. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، كما كعرف الجامع بدينا كنخدموا على شي حاجة، وبدا كيبان المنتوج ديال هذيك الخدمة اللي كنخدموا مع السي عزيز العامري، وكنظن بلي هذه غير بداية بالنسبة لفريق الجيش الملكي، وإن شاء الله راه العام الجاي غادي تكون فريق اللي في المستوى اللي غادي يشهد به المغرب كامل، وإن شاء الله لا دوليا لا إن شاء الله على الصعيد الإفريقي. كيف شفتي المباراة ديال اليوم أمام فريق اتحاد طنجة، المباراة الأخيرة في الموسم؟ هي المباراة الأخيرة كانت في المستوى بالنسبة لنا، كناخذوا منها تجارب، كنعرفوا منها يعني كيفاش نبقاو محافظين على النتيجة، كنحاولوا نتيستاو راسنا في شي حوايج، وإن شاء الله هاد الأخطاء هادو ما يعاودوش يتكرروا إن شاء الله في الموسم المقبل اللي هو أهم حاجة.